غنتوكلوا على الله بطبيعة الحال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مشاهدينا الكرام، يوم اليوم جمعة ويوم كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهو عيد من أعياد المسلمين، وغنبداو به بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات والسلام. اليوم أنا جد فرحانة وفخورة ومعتزة أنني كنتواجد ما بين خوتي وما بين خواتاتي. هاد الفئة غنقولوا لهم فئة، ماشي باش كنقللوا منهم أولا باش كنشيئوهم أولا باش كنحقروهم، ولكن فعلا هما واحد الفئة في المجتمع اللي مهمشين، اللي ما واخدينش حقهم. راه ما تندويوش اليوم فقط على كرة السلة، راه كرة السلة إلا جينا نشوفوا هاد الشيء اللي واقع لهاد خوتنا اللي عندهم إعاقات جسدية في الشارع المغربي ولا مع المسؤولين ولا ما كيوليهم حتى شي واحد اهتمام، راه نقولوا لهم مشيتوا بعيد ملي وليتوا كتلعبوا كرة السلة. راه ما عندي ما تسالكم بانكم وصلتوا تتفكروا انكم كديروا رياضات ماشي فقط كرة السلة، ولكن راه كنلقاوهم في كرة اليد، كنلقاوهم في السباحة، كنلقاوهم في عدة رياضات اللي واحد الوقت كانت حكرا على الناس اللي هما عطاهم ربي الصحة. هاد الناس الله سبحانه وتعالى حباهم واختارهم وابتلاهم انهم حيد لهم واحد شوية ديال الصحة. وراه في الكتاب الله القرآن الكريم تيقول لك الله سبحانه وتعالى كيبتلينا في الحياة بنقصين من الأموال ومن الصحة ومن بزاف باش أنه يختبر داك الصبر ديالنا. اليوم جينا باش نطلعوا على خوتنا اللي باش نهنئوهم على أنهم خداو البطولة الوطنية، ياك؟ كرة السلة. البطولة الوطنية لكرة السلة. البطولة الوطنية كرة السلة على الكراسي المتحركة في القسم الوطني الثاني، قدرنا أن نفوزوا بها ونصعدوا القسم الوطني الأول. دابا انتم هذه الجملة كلها مفيدة، البطولة الوطنية القسم الوطني شحال ربحتي ديال الفلوس؟ زيرو. الجملة راه قد هك ولكن شحال فيها ديال الفلوس؟ زيرو درهم. ديما ماشي غير دابا، حنا السنين هذه وحنايا عبد ربي بعدا هو اللي هو حالي محمد مدرب كرة السلة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، لاعب دولي سابق في كرة السلة على الكراسي المتحركة. كيفاش لاعب دولي؟ كنت كنلعب في المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، درت السباحة، درت كنت كتلعب خارج أرض الوطن أيضا. الحمد لله أننا حققنا إنجازات قارية ودولية الحمد لله، وهذا هو اللي خلانا. دولية على الإنجازات. دولية على الإنجازات. ما كاين لا إنجازات من غير الإنجازات. من غير الإنجاز اللي عطانا سيدنا الحمد لله هو أن كرمنا بواحد المأدونية اللي هي باش كنعيشوا. هذا هو الإنجاز الوحيد اللي استفدنا من هذه الرياضة. واستفدنا الصحة ديالنا بطبيعة الحال أننا كنمارس واحد الرياضة اللي خلاتنا أننا نفرضوا الوجود ديالنا. الحمد لله ملي صار الكارير ديالنا كلاعبين دوزنا واحد لي كونكور ديال المدربين، وقدرنا أننا نحصلوا على 4 ديال الدبلومات اللي كيتخولنا أننا ندربوا الناس اللي عندهم في وضعيات إعاقة باش نلقنوا لهم داك الشيء اللي نلقنوا الأساسي اللي قبل منا. الحمد لله ان غاديين في المسار الصحيح، والدليل هو اننا هذه السنه راه فزنا بالبطوله ديال القسم الوطني الثاني، وقدرنا اننا نصعدوا القسم الوطني الاول بزيرو زيرو درهم كيف ما كتشوفوا. الشيء اللي بغيت نقول لك اخويا السي محمد، حيت الالقاب راه تبارك الله راه كتسوى الفلوس ياك اخويا داداس. حقيقه معنا بعد اخونا داداس وداداس بغيت نقول لك اش كيجيك عزيز داداس ساعتها وداداس قريب لداداس قريب من العائله. المهم اول حاجه بعد كاينه بصح قريب لك من العائله داداس شويه ماشي هو كاع العائله داداس راه وداداس راه هي هذيك. المهم حنا الاهم تحيه الفنان ديالنا داداس اللي شي نهار خصك تجي دير زياره لهاد الناس بصح درنا معاه واحد اللقاء في دير يدك، وشاركنا في واحد القاعة اللي كانت في المحمدية من الإصلاح ديالها اللي كيترأسها هو رشيد الوالي، اللي يعني كان عندنا واحد التواصل مع هاد الناس. والحمد لله احنا دائما وجهة مشرفة مدينة الدار البيضاء. أول حاجة النقطة اللي تطرقت لها الأخت فاطمة الزهراء هو الماديات، وإلا جيتي تشوفي غادي نجبد لك واحد الناس اللي كانوا على الاقل يكونوا من المكرمين، هو المنتخب الوطني المبتورين الارجل لكره القدم اللي جاوا اللي لعبوا. تلاقينا اليوم حنا في المطار، كنحيي الزميله هبه والزميل ياسير وقناه الشعب شوف تيفي اننا استقبلناهم في المطار، وان غادي يكون لهم وانهم غيكون واحد اللقاء ديالهم معنا في البلاطوات ديال قناه الشعب شوف تيفي في واحد البرنامج اللي هو سميتو زيرو فوت، غادي يكونوا معنا ان شاء الله. وتانتوما غادي تكونوا معنا في البلاطو، غتكونوا من الناس اللي غتجيو تحضروا معنا، واللي غيكون الشرف انكم تكونوا معنا في البلاطو. وهذا الشرف لنا. علاش؟ الزميله هبه وياسر. علاش انا اختاريت هاد الناس؟ لان هاد الناس حقيقه
جابوا واحد اللقب اللي خصو يتكرم وكان خصو يكون حسن الاستقبال لهاد الناس. كيف يعقل بان منتخب وطني متنا خارج ارض الوطن وجاب واحد المرتبه وما اهتميناش به، رغم ان وتأهل كأس رغم ان الاسوياء لاعبين كره القدم يعني كيجيبوا القاب وبعض المرات ما كيجيبوهمش وكيبقى نفس الاستقبال نفس العطاء. احنا كاشخاص في وضعيه اعاقه كيبيل كنادي راه ما يمكنش كنادي وجاب واحد اللقب ونفس اللعبه كتلعبوها ونفس المنتخبات ونفس التمثيليه وكتمثلنا جامعه ملكيه للاشخاص في وضعيه اعاقه. انا اللي غادي نقول لك اختي فاطمه الزهراء هو خص الناس اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالنا يعيقوا ويفيقوا يقولوا بركه ما ياكلوا. واخا السؤال بغيت نسولك قبل نوصل للماكله والماكله ماشي عا كياكلوا كيشربوا، السؤال اللي بغيت نسولك دابا هاد الناس اللي كتشوفوا تلعبوا معاهم خارج ارض الوطن في دول اللي هي متقدمه وحنا الحمد لله دوله متقدمه، كتلقاو الوضعيه ديالهم احسن منكم بزاف. خاصه انتم اول حاجه تنديروها حنا ملي كنمشيو مثلا اي دومين خدمتي فيه كتمشي مثلا عند الناس اللي خدامين معك في نفس الدومين كتسولوا كتخلص مزيان الاشياء بلا ما تخلص مزيان. الناس اللي كنا تقريبا اللي لعبوا معاهم في كاس العالم ديال الكراسي المتحركه تصوروا من اللي لعبوا في جنوب افريقيا اي دوله كتحط لي توني ديالها باش يصبنوهم لها ويخلصوا على هذيك الجامعه الفلوس، الا المغرب كيدير القميص ديالو كيصبنوا راسو باش يتفادى الجامعه الملكيه باش ما تخلصش على ذاك الفريق ديالو باش ما يصبنوش ليه حوايجه. وهذا ابسط الاشياء ابسط الاشياء يعني كاينه حقيقه المضحك المبكي حقيقه لاننا كما اللي بغيت نقول لك فاطمه الزهراء هو خص الناس اللي كيتحملوا هذه المسؤوليه يعيقوا. حنا كلاعبين راه كتشو عارفينا حنا اول حاجه في جميع المجالات كنكونوا وجهه مشرفه تمام. اخلاقيا نضاليا رياديا تمام. ولكن هذوك الناس المسؤولين ديال الاطراف ولا المكفوفين ولا الناس اللي على كراسي متحركه ولا صراحة واحد مشرفين لهذا الوطن كتلعبوا كما قلت لكم في جميع الرياضات ماشي فقط كرة السلة وماشي كرة القدم وكنلقاهم في السباحة وكنلقاهم في عدة والدليل اختي فاطمة الزهراء في السنين الأخيرة رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة هي اللي حفظت ماء الوجه لأن تحطموا أرقام قياسية لا في الألعاب الأولمبية ولا في بطولة العالم مؤخرا ومن شحال هذه هما كيتحتموا ارقام قياسيه لان كاين اشخاص في وضعيه اعاقه عندهم قدره انهم يعطيو من رغم من الماديات اللي ما كيتوصلوش بها ولكن كيف بغا يفرضوا الوجود ديالهم ويعطيو. وخاصه التشجيع يكون حتى من المواطنين والناس المشجعين ديال هذه الرياضات. اي نعم حنا عندنا كره القدم المغربيه المنتخب ديالنا الوطني وعندنا انديه وطنيه لا فريق الوداد ديال الامه ولا الرجاء العالمي ولا بركان اللي مؤخرا شرفنا ولا الماس ولا الكاك ولا الكوديم ولا فرق اللي هي طنجه ولا راه دوك المشجعين راه هاد الناس خصهم مشجعين راه اليوم عينو عيب وعار انا اختي فاطمه الزهراء انت كتشوفي دابا تمن الكراسي وتا يعني باش توفقي انا راه غير شويه شديت الكره باش توفقي ما بين رجليك اللي هما الرويد وما بين البالون وما بين السيرسو صعيب بحال كنتي كتصايب في الرويضه خاطر وهذا الشيء كله جراء الوطن ديالنا جراء باش نكون وجهه مشرفه والحمد لله كيما قلت لك اكيد هاي يعني ماشي كان ماشي تفضل ديال الموطور يعني حتى الارضيه ما كتسمحش ليا باش نبقى كل مره نمسح كل مره ندير هذه. اللي بغيت نقول للاخوان والاخوات هو بان هاد الناس اللي كتشوف فيهم راه كل واحد عنده مسؤوليه، عنده والدين، حتى هو راه تابعاه الزيت تابعاه السكر تابعو الحولي تابعو بزاف، الا انهم كيجيو يفرغوا القدرات ديالهم، يعني حقيقه دابا الناس اللي كيشوفونا بهذا الوجه لاننا دائما ما كنبغيوش نكونوا واحد الطابع احساني مسكين خاصو كذا ابون، لا راه هاد الناس هادو راه هما راه في واحد الحاله يرتلوا ورغم ذلك كيجيو باش يشرفوا الوطن ديالهم كيجيو باش يشرفوا الملك ديالهم في حين ان نعم في حين هذوك اللي صحاح كيمشي كيدير كرسي متحرك وكيلوي رجلو كيولي معاق وكيمشي يوقف حدا الجامع ويمشي يوقف في الفيروس. انا ما غاديش نوصل فاطمه الزهراء لهاد الميساج لهاد الناس ولكن غادي نوصلوا لهذوك المسؤولين اللي عندهم الشهريه ديالهم عندهم المناصب ديالهم ولكن ما كيلتفتوش لهاد الناس تيقول لك وقدي باش معطى الله. تصوري دابا حنا كنادي تيقول لك وقدي باش معطى الله خاصنا كرسي متحرك وقدي باش معطى الله مشاركين في الجامعه الملكيه راه ملي كتسمعي جامعه ملكيه اش غادي تقولي حنا ملي كنشاركوا واخدين البطوله اول حاجه اللي سولتينا عليها واش تخلصتوا ما كاينش اللي خدا البطوله القسم الاول راه ما خدا والو خداو مجرد كما كنقولوا ميداليات وواحد الشواهد اللي احنا كنقولوا بانه شرف لنا. علاش؟ لاننا تنقولوا شاركنا مثلنا بلادنا وبينا صوره اجمل
لهذاك المعاق. ولكن يحز في انفسنا اننا تنشوفوا بعض الفروق وبعض الانديه وبعض الرياضات اللي كنسمعوا الملايير ديال السنتيمات اللي كتخسر لا في الطائره ذهابا وايابا ولا كيف ما كيشرفونا بطبيعه الحال، ولكن كتخسر اموال طائله وكنسمعوا مقابل ذلك ان كاينين الناس اللي كان من الممكن انهم يكونوا عاله على هذا المجتمع. كاينين الناس اللي حنا تنحاربوا ظاهره التسول، دابا كاينين بزاف ديال الجمعيات وافلام دارت وصحفيين نهار كله ما كيمشيو يصوب، وهذا كيطلب وهذا عدو الكروسه وعدو الدار وكيطلب، وحنا دائما تنمشيو واجي وشوفوا هادو اللي ما عندهم والو كيلعبوا ما تيطلبوش. كرامه اختي علاش حنا نمشيو بحال دابا وهذيك ساره عذبات مي السعديه وبينتها وهي كتموت، ايه خصها تعاقب خصها واجي وسولوا شوفوا مي السعديه ملي كانت كتعذب في الزنقه علاش ما دوا عليها حتى حد؟ اجي وشوفوا مي السعديه ملي جرى عليها مول الكرا علاش ما دوا معاها حتى حد؟ واه وهي مخصه الحبس كتبين بنتها في لي ريزو سوسيو وراها مسطيه وانا دا حسي خصها تشد فاتحه روتيني اليومي خاصها الحبس حيت بينات. اجي نشوفوا الناس حتى هما، اي نعم حنا ضد هذه الظواهر في المجتمع ولكن ما نبقاوش حنا غنطالبوا بالسجن والعقوبات للناس، نطالبوا بشي حاجه زوينه لهاد الناس اللي كيديروا اشياء جميله كيقدموها لهذا الوطن، حيت اليوم من العيب ومن العار. وقبل ما نعطيك السي محمد الكلمه انني كنوجه رسالتي لرئيس المقاطعه ديال سباته، الزوج ديال عمده مدينه الدار البيضاء، رئيس مقاطعه سباته والزوج ديال عمده مدينه الدار البيضاء، كتعطي لهاد الناس تيران مرتين في الاسبوع، ساعتين اربعة السوايع عندهم في السيمانه. حنا دابا راه باركين ورفتنا الوقت محدد لينا، والسيد مره كيجي يطلع لينا مشكورا مسكين، هذاك غير الحارس راه خصو يسد، ولكن راه خصكم تعرفوا راه حنا فاش جيت عندكم راك غنمشي في حالي. قلت هذا هو القيل راه ما عرفش راه ماشي هذا هو تيران با محمد المسدود غادي نسناسل بحال بويا عمر حقيقه. راه ما يمكنش دابا انا غنجي لواحد الباب ديال مؤسسه كبيره ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واش عرفت شنو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واحد المشروع ملكي داروا سيدنا الله ينصره ويطول لنا في عمره ويخليه لينا، ملكنا اللي غادي بالقطار ديال التنميه بواحد السرعه فائقه، ولكن شي واحد للاسف الشديد باقي باغي او اكثرهم سناسل او سنسلوا وقفل اكثرهم تيران با محمد بعدا تيران با محمد ومن لا يعرفه اكثرهم فاطمه الزهراء. نقول واحد الحاجه، انا كنطالب بالسيد والي جهه الدار البيضاء سطات لانه كيمثل صاحب الجلاله حقيقه، اي واحد كيدير جمعيه كيستافد من مركز في اطار المبادره الوطنيه كيسدو، والدليل على ذلك راه ما كاينينش المعاقين، الدليل على ذلك راه هاد المعاقين اللي كتشوف فيهم اي تيران غادي يتحط في الدار البيضاء الا غادي نعيطوا لهاد المعاقين باش يتصوروا بهم ويحلوا مركز خاص بالمعاقين وغادي يوليو يسترزقوا به اللي بغى يدخل 100 درهم 200 درهم الحصه هو الاشكال اختي فاطمه الزهراء. الحمد لله حنا عايشين بكرامه، واخا زاروا درهم واغلبيه ديالنا هنا ما عندهمش شي يعيشوا. هذيك المعدنيه كيشوفها مشاكل وليتوا كتوقفوا ديروا وقفات وقفات على اساس ان راه ولينا مستغلين. دابا الاشكال اللي عندنا دابا راه كاينين تقريبا غير انا السي وداداس اللي عندنا، اما الاخوان والاخوات كلش شحال من واحد حتى واحد ما عنده المعدنيات كلهم. راه هذه مسكينه هزا غير خوها الكيوسك كيتعطاو من ولايه الدار البيضاء للعماله للناس المريقيه واصحاب الجمعيات التابعه للمنتخبين السياسيين، ولماذا لم يتفكروش حاسه بكم؟ عرفتي علاش حاسه بكم؟ حيت انا عندي اخت معاقه، انا عندي اخت اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعمرها يتيمه ما خدامه ما ردامه وعمرها ما استفدت من نهار عقلت انا باقي حيت هي اختي الكبيره، من نهار عقلت انا وانا كنسمع بان كاين غيديروا لهم هذا الخص راه من غير الجانب المادي، راه مثلا الاخت ديالي انا ولا كاين واحد المدخول اللي كيقدر يصون لهم كرامه العيش، وكاينه الدار مخلينا الوالدين، وكاين راه خصهم فين يتحركوا فين يخدموا باش يحسوا براسهم عندهم قيمه في المجتمع. راه ما يمكنش واحد الانسان معاق تشدو تهمشو وتبركو وتقول ليه سير موت، سير انت موت ولا سير خرج طلب في الفروج جمع داك الشيء اللي بغات. مسكين راه المعاق راه عنده مع معاناه، راه الانسان المعاق راه لي بوزوان ديالو لما دار راه كاين اللي لما داوش عائلته ودخل الطواليت راه ما كيدخلش، راه لما غسلش ليه وضاه راه ما كيتغسلش. راه انت ملي كتدخل الطواليت اللي هي ابسط الاشياء، علاش كنقول لكم انا الطواليت ابسط الاشياء، الطواليت هي بيت الراحه، كتاخذ في راحتك وكتغسل وكتوضا وكتسمع شنو كدير. راه الناس مساكن راه ابسط الامور غير متوفره لهم، لان الاغلبيه ديالهم ما عندهمش ديور فيها الولوجيات وفيها الطواليت ديال المعاقين وفيها كوزينات ديال المعاقين وفيها وفيها وفيها، وهادشي موفره لهم الدوله، وكاينه واحد الوزاره وصيه وكاين
هاد الناس راه ما عندهم والو، راه حتى الوقت اللي بغاو يدخلوا يديروا زعما الرياضه ويشرفونا ويبانوا انهم راه ما لقاوش المسؤولين اللي يدعموهم. كيجيو مساكن هنا سادين عليهم بويا عمر ويبقاو ينقزوا هنايا بوحدهم تك تك تك، هذوك المشجعين يعني حتى الجمهور اللي جا اصحاب ما كاين حتى واحد. لا ديما انا راك ترى سعيد قال لي واش انت مصطي انا ما كاين حتى واحد. لا ديما راه كاينين، هذا هو تيران با محمد، هذا هو الاشكال اللي كاين، هو دائما الابواب مغلقه هنا في القاعه ديال با محمد، بعد خطر كيبغوا يجيوها الجمهور على اساس باش يشجعوك. وحنا دابا حنا كرياضيين ملي كيبان لنا الجمهور راه كنعطي، الا كنت نعطي 50% غنعطي 80%. علاش؟ لان كاين واحد الجمهور اللي كيشجعك وكتبين ان دابا كتشجعوا اللي كتقول لي كندير كره السله على الكراسي، كيقول لي او على المعاقين كيديروا الرياضه. هادشي علاش؟ لان كيفاش هاد الباسكت اصلا حيت لو نيفو ديال السله هو نفس النيفو ديال الانسان اللي بحال ديال العاديين، ماشي زعما كيهودوا لنا السيرسو، راه نفس السيرسو. اذا كتبدل واحد المجهود زائد ان الكرسي، بغيت نتكلم لكم عن الكرسي المتحرك، هاد الكراسي المتحركه ما كيتصاوبوش هنايا، كيجيو من برا وغاليين، راه كاين من 2 مليون وتم طايع الفوق. هادو ديال الشينوي اللي كيديروا 2 مليون 2 مليون ونص 3، الا بغيتي شي حاجه للبروفيسيونير من 6 مليون والفوق. عندنا اشكال دابا حنايا ميران وتكرانا كنادي كندفعوا المبادره الوطنيه وما عمرو خداو لنا كراسي متحركه. حنا محتاجين كراسي متحركه وحنا كنرقعوا كل خطره غادي. راه كاينين الناس اللي كيستافدوا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه دي زاباغاي وبشي تخربيق فاطمة الزهراء. حنا عيانا من الصفر. غادي نقول لك اختي فاطمة الزهراء واحد الحاجه وديريها في دماغك، ودائما كناشد السلطه، كناشد اللي كيمثل صاحب الجلاله، رخص ربط المسؤوليه بمحاسبه تجاه اللي كيمثلوا هاد الناس، راه كيسترزقوا بهم اكثر ما كيعطيهم. وحقيقه لو ان هاد الناس تراقبوا وتحاسبوا كنا اكيدين غادي نكونوا حنا في احسن حله. والدليل على ذلك المجلس المدينه او التعاون الوطني كيعطي كرسي متحرك ديال السبيطارات، ولا بغيتي تستكشفي بان كرسي متحرك اللي كيعطيوه هذوك الناس ديال التعاون الوطني وديال مجلس المدينه ديال السبيطارات، شوفي هذاك رئيس الجمعيه اللي كيكون معاق وجالس على كرسي متحرك علاش جالس؟ قبل ما تهضري معاه شوفي الكرسي ديالو علاش جالس، ما غاديش تلقايه جالس على هذاك ديال السبيطار، غادي تلقايه جالس على كرسي ديال مليون جوج المليون غير الفوطو باش تيجلس باش يلقى الميديكال تحته ديال 3000 درهم غير بونجا. وهذا كيبين لك على بان كاين التمييز. هذاك رئيس الجمعيه اللي انت معاق وكتدافع على المعاقين، كتاخذ كروسه وكتعطيها المعاق كتساوي 10000 ريال من في التعاون الوطني، هو قادر يشريها لراسو هذيك 10000. ولكن انت كمعاق كتبارك على 3 المليون، يعني علاش انت راكب على 3 المليون وباش تدافع على هذه الفئه المعوزه؟ باش تدافع علينا خاصك تكون بحالنا، نركبوا كلنا على 3 المليون. ما كاينش، يبقى دائما المستوى. داكشي علاش تلقينا احنا دائما في الوقفات، دائما في الرياضه احسن تمثيل. علاش؟ لاننا احنا بغينا داكشي يكون في المستوى، يكون حسن، يكون حسن، يعني ما تكونش واحد التمييز. احنا دابا كنشوفوا التمييز غير مع بعضياتنا، معاق راكب على طوموبيل كذا، منين من اين لك هذا؟ وراه تلقاي عنده مركز في مركز نور، عنده جمعيه، باع لافير، ماشي باع من الديبار. واخا واش انت تزاديتي هكا وداك؟ من الصغر عندي شلل، من الصغر يعني انا دابا تقريبا 46 سنه، انا مجوز مزوج وعندي 3 الوليدات، والطفل عندي عنده 15 عام عنده سكري، يعني طفل سكري. الله يشافيه لك. الحمد لله. الله يشافيه. هو السكر، شوف دا السكري ماشي شي حاجه اللي هي صافي اسكت، انا نبقى نبكي معاكم، انا ما بغيتش نبكي معاكم، بركة عليا قلبي طاب. كاين اختي الله يشافيه لك حبيبي، الله يشافيه. المهم كاينه معاناه كثيره. زوجت انت سي محمد؟ انا مجوج وعندي طفله والحمد لله. قلت لكم ما كانش ديك المأذونيه اللي عطانا سيدنا ملي كنا في المنتخب الوطني المغربي لكره السله على الكراسي المتحركه، وحققنا انجازات واللي استفدنا من هاد الكاريير اللي دوزنا تقريبا واحد 18 عام وانا كنلعب في المنتخب. من غير ديك الكريمه راه ما استفدت حتى شي حاجه، الحمد لله هي اللي عايشين ديك 2500 درهم. وراه دابا ديك المستغلين كاين اللي جرى سيمانه ولا ملياردير. والله العظيم فاطمه الزهراء يعني شوف ملياردير، نقول واحد الحاجه باش تكون في العلم ديالك، مقاهي والارض. والله العظيم تنشوفوا اناس ما كيخافوش الله حقيقه، يعني انا كنشوف راسي بان هاد الناس ما عطاو المعاقين والو حقيقه. خليكم عامر دابا الناس الامراض مزمنه، انا ما بقيتش نشوف في راسي، كنشوف ناس عندهم امراض مزمنه، مرض السرطان كتعاني في المستشفيات، مرض السكري كيعاني. اش الدوله اش عطاتنا؟ ما عطات والو، علاش نكذبوا؟ علاش نقولوا صاحب الجلاله دار؟ صاحب الجلاله عطى، ولكن المسؤولين اللي غاديين يراقبوا داك الشيء اللي عطى ما كاينش. كيتفتح مركز
كيعطيو للناس اللي عندهم فلوس، ولكن هاد الناس اللي ما عندهمش اش غادي يديروا؟ يعني كيف ما قلتي رابط المسؤوليه بالمحاسبه، خرجوا لينا لامو. سيدنا داير التغطيه مجانيه، التغطيه الصحيه مجانيه، سيدنا عاطي المراكز ديال الترويض، سيدنا داير مراكز ديال السرطان، سيدنا داير المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، سيدنا راه داير مسؤولين اللي خاص يتقوا الله. فينا دابا كانت غير الراميد اللي كيستافدوا من الاشخاص في وديعتي تحيدات ليهم. مؤشر طالع دابا كاين الشخص في وديعتي عقمه مجوش كيمشي يعمر السجل الاجتماعي. الخطابات الساميه ديال سيدنا شنو كيقول؟ ربط المسؤوليه بالمحاسبه. لا كاينه المشكله اللي كاينه. لا فاطمه الزهراء اختي شوفي كاينين دابا الناس، شوف كاينين الناس اللي ما عمرك كنتي كتظن انهم يدخلوا للحبس اللي داخلين. انا شوفي نقول واحد الحاجه، احنا استبشرنا بالسيد والي جهه الدار البيضاء السين الميديه، ما كناش نذكروا، ما كناش نعرفوا، ما كناش نعرفوا الاسم غير ديال الوالي الدار البيضاء، ما كناش نعرفوه في السابق. الغريب في الامر يعني العديد من المواطنين تعيتوا حدا ولايات الجهه ما عمر شي واحد استقبلكم. لا وهذا الشرف للسيد والي جهه الدار البيضاء، لان هذاك هو المنصب ديالو. الوالي جهه الدار البيضاء الرجل المناسب في المكان المناسب، لان هاد العمال وهاد الولاد راه قبل ما كيعطيهم صاحب الجلاله المسؤوليه كيأدي القسم، كيقول اقسم بالله العلي العظيم ان اكون وفيا لوطني ولملكي. واش ملي كتقول انت غادي نكون وفي للوطن ديالك واديتي القسم؟ صاحب الجلاله تبرأ من الدم ديالو، كيبقى الدور ديال من ديال الناس على هذا الوالي اللي دخل جديد وكان لينا 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 الشرف باننا ولينا كنسمعوا الصوت ديالو ولينا كنشوفوه كيلتجئ للمراكز، ولكن راه يبقى الامر على ما هو عليه. علاش؟ حتى هذاك السيد الوالي راه حتى هو راه كاينين عمال، ودوك العمال راه دايرين ناس اقسام، ودايرين كاينين البشوات وكاينين قياد وكاينين للاسف الشديد. بغيت نوصل النداء للسيد والي جهه الدار البيضاء. انا ملي تعين والي جهه الدار البيضاء باش يخدم السيد والي جهه الدار البيضاء السين المهيديه مزيان، خصو يعين عمال جدد لمدينه الدار البيضاء، ما يبقاوش نفس العمال، وهذا هو الخطا اللي دار في مدينه الدار البيضاء، وهذه نصيحه كنقولها ليه. ولكن غير باش نكون واضحين، راه باش ما نبخصوش الاعمال اللي كيقوم بها رجال السلطه، راه الناس تتخدم، راه عاوتاني ما نبقاوش ننزلوا غير على السلطه، راه كاينين وزارات، غير سمعني، راه كاينين وزارات وصيه اللي هي كتعنى بالمراه وبالطفل وبالمعاق. اش داروا؟ واش حنا نبقاو نصوتوا على السلطه؟ وعاوتاني باش نكونوا واقعيين، بعدا كاينه الناس ديال السلطه اللي معينهم سيدنا، راه بعدا كاينه راه على الاقل راه كيديروا واحد المجهودات، وهادشي راه ولا كيبان من جا السيد الوالي الجديد، راه تعطاتهم من الصلاحيات وهادشي ديال العمال بطبيعه الحال راه غتكون تعيينات جديد، راه ضروري غتكون تعيينات، راه ماشي ما غتكونش. ولكن ما نساوش ان راه ما كاينش غير هاد الناس اللي نبقاو كما قلت لكم نصوتوا فيهم، راه كاينين وزارات وصيه، فينا هما؟ حنا بالنسبه للاشخاص في وديعتي راه حنا راه غير معصره فينا في المغرب، نقول لك ما عندنا هاد المنتخبين، ما عندناش وزاره، ما عندناش مستشارين، ما عندناش وزاره خاصه بالقطاع اللي عاطيكم انتم هي ساعتين، ما عندناش وزاره خاصه بالاشخاص في وديعتي، حنا مدخلين مع وزاره الاسره والتضامن والمراه و و و و و حنا مدخلين معاهم، اذا يبغوا يعصرفوا بينا كاشخاص في وديعتي. هذيك الوزاره خليني والو والو الدليل هو ان الوزيره اللي كانت جات شحال هذه قالت لهم 20 درهم تعيش عباد الله. هي هذيك دابا الدليل هو انها هي دابا تصادق على البطاقه ديال الشخص في وديعتي، قالت 42 سنه حنا كنتسناو فيها، تصادق عليها في قبه البرلمان باقي ما خرجتش الجريده الرسميه، باقي ما خرجتش. غادي نتسنى واحد 40 سنه اخرى وهاتي وقول لها لي عبد ربي غنتسنى واحد 20 عام ولا 30 عام عاد تخرج هذه البطاقه. باقينا في الحياه وخاويه الوفاض راه ما فيها والو. فين هي 30 عام عاد نجي عندك انايا تدوز 30 عام عاد نجي نقول لك السي محمد وانا لقيناه غنموتوا حنا وخلونا بعدا، حنا بعدا غادي نموتوا ما استفدنا والو من الدوله حقيقه. ومن بعد كنا نديروا شي حاجه باش على الوليدات اللي جايين في وضع نبقاو في ما هو رياضي. اولا حنا كنطالبوا الجهات المعنيه ديال المبادره الوطنيه انها تهتم بهذه الفئه، وعلى الاقل تعاوننا غير بمدن اخرى اللي كيعاونوهم. الدار البيضاء ما كاينش. بلاتي غنسولك، خلي الكراسي وخلي حتى ذوك الكره كتلعب بها انت. والله ما كاينه، خصنا بالونات ديال الجن. دابا المشكله هو اننا كنترينو بهذا وملي كنلعبو كنلعبو بالون ديال الجن. ما عندوش علاقه، كتلف كنتلفوا كل شيء. غادي نختم السي محمد قبل ما تختمي. نعم. ومع ذلك ومن رغم من هذه الصعوبات هذه كنبغي نشكر السلطات المحليه ديال المدينه ديال سباته وعلى راسهم السيد العامل، لان نهار تحبسنا من التيران السيد العامل هو اللي دار التدخل ديالنا. علي قلت لك اودا السيد العامل هو اللي دار التدخل ديالنا، تلقى العامل دار التدخل وتلقى المستشار ولا الرئيس ولا المنتخب راه وصلت الرساله. نعم. السيد العامل دار التدخل ديالو
وداروا معنا الاجتماع مع السيد الباشا والسيد القائد ديال المنطقه والجمعيه المسيره، وقال لهم السيد العامل على اساس ان خصها دار واحد الشراكه ما بيننا وبين الجمعيه المسيره، وبقاو علينا واخا اليوم غدا نصلحوا هنايا لحد الساعه ما داروا معنا لا شراكه لا والو باش يبقاو يجرجروا فينا. ومع ذلك كنبغوا نشكرهم على المجهودات ديالهم، وكنشكرهم حتى على الدوسيونس اللي هما قليلين في حقنا اللي عاطينا، كنبغوا نشكرهم عليها. وتبارك الله عليكم، نتمنى ان الرساله هذه تكون وصلت واخا عن الطريقه. لا وصلت. جزيل الشكر. كنقول لفاطمه الزهراء شكرا، كنقول لجميع المغاربه والمغربيات غادي نبقاو دائما عند حسن الظن ديالكم، غادي نبقاو نمثلوا مدينه الدار البيضاء ونمثلوا الوطن ديالنا، واخا كاين الاقصاء وكاين التهميش، الحمد لله كنحبوا الوطن ديالنا وكنحبوا الملك ديالنا، وغادي نكونوا دائما وجهه مشرفه. ولكن بغيت نوصل ميساج نقول لهم الا بغينا الشباب المعاقين يحبوا هذه الرياضه خصنا نهتموا بهذ الرياضيين، راه الا ما حبيناش. عندنا دري في وضعيه الاعاقه اللي باقيين شباب وباغي نترينيو بهم، ولكن ما عندناش الملعب. ان شاء الله غتكون لينا عوده، غتكون لينا عوده اوداداس باش ما السيد تعطلنا عليه بزاف. ملي كيجيو الشباب يشوفوا يعني ما كاينش كرسي علاش يجلس، يقول لك علاش نبقى نكرفس راسي. بطبيعه الحال وتبارك الله عليكم، وغادي نوض من حداكم باش نخليكم صوره واضحه وتصفيقه حاره عليكم كامل. هنيئا 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 لكم بالبطوله، ومازال كنوعدكم ان غادي تكون عندنا واحد الاستضافه في البلاطو ديال قناه الشعب، غتجيو عندنا وغادي يستضيفكم الزملاء ديالنا اللي كيديروا القسم الرياضي، ومرحبا بكم الى اللقاء.